إذا لم يكن فينا إيمان هل نتمكن من تطبيق أوامر الله؟ الواضح لا، ولا نقصد من الإيمان أن نصلي أو نصوم، هذا جزء الإيمان. الإيمان عبارة عن حالة خوف من الله وملكة نفسية تبعث على الاستقامة الدائمة. لنمثل، التجار في داخلهم حالة حب جمع المال، هذه الحالة تبعثهم دائما على العمل. من الصبح يأتي إلى محله يبيع ويشتري، وإلى نصف الليل ويسهر ويتعب جسمه ويسافر في الحر والبرد، لأن في داخله حالة تبعثه على هذا الشيء. الإيمان يجب أن يكون في قلوبنا. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، مربوط بالقلب، وهذه الحالة لا تحصل للإنسان إلا بطول العبادة لله تعالى. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا المعيار. إيمان معناه أن القلب يرى الله وينقاد تلقائيا لأوامره، مو أوامره الواجبة. أوامره الواجبة عمل أغلب الناس، لا، حتى أوامره المستحبة وحتى أوامره الآدابية. مباشرة الإيمان للقلب علامته الإنقياد التلقائي لأمر الله تعالى. ملاحظين أنه إذا عندنا موعد مع أصدقاء إلى سفرة والطائرة تنقلع قبل الساعة 5 صباحا، ترون أن كيف لا ننام تلك الليلة؟ وإذا نمنا تلك الليلة كم نقوم من النوم ونرجع إلى النوم ونوصي عائلتنا بأن يقومون لأن الطائرة تنقلع؟ الإيمان هذا معنى. في ليله وفي نهاره وفي سفره وفي حضره وفي عمله وفي كل شيء منه حضور أمام الله. فرق بين الإيمان الروتيني وبين الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي هو لا يحصل لك إلا بطول العبادة، طول الذكر، طول قراءة القرآن، طول الدعاء، طول صلاة الليل، طول الصلوات المستحبة. هذا إذا أطلتها 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، ذاك الإيمان يدخل في قلبك. وإذا دخل ذاك الإيمان في قلبك وفي قلبي تجد حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، لذكر الله حلاوة. أكو في الحديث إن أول عقوبة يعاقب الله به الذين لا يلتفون حوله يحرمهم لذة عبادته، ما في لذة، وإنما شيء روتين وتكليف.